الحملة اليوم راح تنطلق من محافظة الغابات في ولاية جيجل متجهة إلى بلدية تاكسنا، إلى مقاطعة الغابات تاكسنا، وكذا إلى بعض المشاتل التابعة لبلدية تاكسنا. الحملة الغرض منها هو عملية إطلاق عملية تحسيس واسعة لخطر حرائق الغابات على مستوى ولاية جيجل، خاصة في بعض المناطق التي شهدت نشوب حرائق عديدة.